أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا لقاءات وحوارات خاصة بالحديث عن قطاع الاستثمار. معنا لليوم إياد الخصاونة المدير العام لشركة أوزون. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا فيكم يا مرحبا، شرفتونا بالعقبة. أهلا وسهلا فيكم. يعني سيد إياد الخصاونة، بداية حدثنا عن نفسك، من هو السيد إياد الخصاونة؟ إياد الخصاونة بعتبر نفسي شاب طموح مثل كل الشباب بالأردن، الحمد لله رب العالمين. الأردن بتميز بشباب الطموحين المعروفين. يعني حبيت يعني أعرفكم عن نفسي بداية. بداياتي أنا بدأت في مجال دراستي، كانت في مجال الهندسة الكهربائية، خريج جامعة اليرموك تكنولوجيا كهربائية. صراحة كانت رغبة أهلي أنه أدرس هذا التخصص، ما كانت رغبتي الأساسية، ومع ذلك لبيت رغبة أهلي وحصلت على الشهادة. بعد هيك قررت أنه أنطلق في حياتي وأشوف ما مجال العمل أنا ممكن أحبه وأبدع فيه. اتجهت لمجالات مختلفة، كانت أقربها في مجالات إدارية، عملت في مجالات الوساطة المالية، اشتغلت في دبي في شركات في مجال الوساطة المالية وفي قطر، وبعدها رجعت للأردن تابعت عملي في مجال الأمور الإدارية، ونفس الشيء كمان اشتغلت كمدير لشركة وساطة مالية في العقبة لمدة 5 سنوات. بعد ما انتهى العمل في هذا القطاع نتيجة يمكن الأزمة اللي كلنا عارفينها، حاليا بعمل في شركة حكومية في قسم العلاقات العامة، مسؤول التوعية المائية في قسم العلاقات العامة في شركة مياه العقبة. طبعا بالإضافة لهذا العمل الرسمي، أنا حاليا أسست أنا وصديقي الأستاذ أحمد العزة شركة أوزون للاستشارات والتدريب. الشركة كانت يمكن تعتبر الأولى من نوعها في العقبة، اللي تميزنا في خدمة التدريب بنوعيه، التدريب التفاعلي زي ما احنا عارفينه المباشر للمتدربين، ودخلنا التدريب عن بعد عن طريق الغرفة الصوتية الانترنت، والحمد لله رب العالمين يعني انطلقنا فيها وانعرفنا داخل الأردن وخارج الأردن، في خصوصا في مجال التدريب أونلاين أو التدريب عن بعد في الدول الخليج العربي إجمالا، في دول شمال إفريقيا الحمد لله يعني سمعتنا جيدة كمركز للاستشارات والتدريب، بالإضافة لتواجدنا في السوق المحلي كشركة تقدم خدمات الاستشارات المالية والإدارية ودراسات الجدوى الاقتصادية طبعا، والتدريب ومنح تقديم الدورات في مجالاتها المختلفة الأكاديمية المهنية التثقيفية والتطويرية لفئات المجتمع المختلفة للأفراد وللمؤسسات. يعني سيد إياد الخصاونة، حضرتك كما تحدثنا عن المدير العام لشركة أوزون، يعني لو تحدثنا أكثر عن هذه الشركة، حدثنا عن بدايات إنشاء هذه الشركة، الفكرة من أين جاءت وكيفية التنفيذ؟ فكرة الشركة جاءت فعليا نتيجة ل طبعا يمكن تنوع الخبرات أو المجالات اللي عملت فيها خلال فترة 20 سنة اللي عملت فيها، يعني في الفترة السابقة كان جزء منها كبير يهتم في الأعمال التطوعية والأعمال التدريبية والتطويرية، بالإضافة لك يعني عندي رؤية أنه إحنا العلم اللي بنعرفه مسؤولية لازم إحنا ننقله للأجيال اللاحقة، فإيمانا من هذه المسؤولية وانطلاقنا المسؤولية ضافرت جهودي أنا وجميع جهود صديقي والأستاذ العزيز أحمد العزة، وقررنا أنه ننشأ أو نأسس أوزون للاستشارات والتدريب. فكانت بداياتنا فعليا في 2014 بدايات رسمية. طبعا قبل 2014 كنا احنا نقوم بعمل التدريب بشكل منفرد، ويعني سواء للجهات التطوعية، عملت مع عدة جهات تطوعية، منظمات غير حكومية ومنظمات رسمية، جهات رسمية أردنية في مجال التطوع والتثقيف والتعليم لطلاب المدارس وللشباب. فقررنا انه يعني نعمل تحت مظلة تكون عملنا رسمي أكثر أكيد، فقررنا أنه نأسس أوزون للإستشارات والتدريب. يعني سيد إياد الخصاونة، لو تحدثنا عن أبرز المشاكل أو المعوقات التي واجهتك خلال تنفيذ هذه الفكرة وإنشاء الشركة، يعني منذ فترة الإنشاء إلى الآن، ما أبرز هذه المعوقات؟ أكيد كل عمل في يعني الأمور السهلة بتكون والأمور المعيقة، خلينا نسميها، ما بحب أنا أستخدم كلمة مشاكل، يعني أكيد نسميها معوقات زي ما تفضلتي. واجهنا صراحة عدة معوقات في البداية، يمكن من أهم المعوقات أنه التدريب أو الدورات اللي احنا بنقوم فيها ممكن بيقدمها عدة جهات أيضا في المجتمع، ومجتمع العقبة ما زال مجتمع إلى حد ما صغير نسبيا مقارنة في المحافظات الأخرى في المملكة الأردنية الهاشمية.
فعدد السكان القليل وكثرة الجهات اللي ممكن تقدم خدمات التدريب أدى إلى نوع من المعيقات للانتشار، وخصوصا أنه جهات كثيرة تقدم خدمات التدريب أقرب ما يكون للدورات المجانية. بينما أنا كمؤسسة ربحية يعني مش كل الدورات أنا ممكن أعملها كدورات مجانية، أكيد كان لنا إحنا دورات كمسؤولية مجتمعية قدمنا دورات وأمسيات مجانية للعموم، لكن أنا هدفي الأساسي كمؤسسة ربحية أنه أقدم دورات مدفوعة الثمن. فوجود جهات تقدم دورات مجانية وأقرب ما تكون إلى المجانية يعني بخلي فرصة المنافسة إن صح التعبير يمكن تميل الكفة لصالحهم أكثر في هذا المجال. فلهذا السبب احنا قررنا انه ما نعتمد بشكل اساسي على المجتمع المحلي او مجتمع العقبة، فحاولنا نتوسع اكثر في مجال التدريب اونلاين حتى يكون لنا احنا مجال نستطيع ننطلق فيه ونقدم فيه خدماتنا ونحقق منها اكيد الهدف من انشاء مؤسسة حتى تستمر هذه المؤسسة وتقدم خدماتها. من المعيقات ايضا للأسف الشديد خلينا يعني نحكيها بصراحة متناهية شوي، ثقافة التدريب في الأردن ما زالت إلى حد ما في بداياتها، يعني مش الكل مثلا جاهز أنه يستثمر جزء من وقته وأمواله ولو كانت مبالغ بسيطة مقابل الحصول على دورات يطور من نفسه فيها ويزيد من فرصته في المنافسة في سوق العمل، فهذه للأسف يعني إحنا بنعاني منها. فثقافة التدريب ما زالت في بداياتها ونتمنى أنه نصل إلى مرحلة اللي وصولها أشقائنا العرب في الدول المحيطة فينا حتى أنهم تقدموا فيها بشكل كبير جدا وأدركوا أهمية التدريب والتطوير. ما نكتفي فقط بالشهادة الجامعية اللي بنحصل عليها لأنه هي فقط هي بتحطنا على بداية الطريق، العلم متغير، حتى العلم اللي درسناه في فترة الدراسة الجامعية نجد أنه الآن ما يدرس يختلف كليا عما درسناه قبل مثلا 20 أو 25 سنة في الجامعات، وأيضا بعد 10 سنوات أو أقل رح يكون برضو العلم تواكب. الإنسان اللي تخرج انقطع فعليا عن التعليم الجامعي، الطريقة الوحيدة حتى يواكب التقدم والتغير في العلم والحصول على آخر المستجدات أنه يأخذ دورات ويطور نفسه في هذا المجال. فنتمنى أنه نصل لمرحلة هذا الوعي حتى أنه ندرك أهمية التطوير والتدريب وأخذ دورات حتى نواكب المتغيرات الحديثة في هذا الزمن. يعني نتمنى ذلك سيد إياد الخصاونة إن شاء الله. لو تحدثنا عن الرؤية المستقبلية لشركة أوزون بالتأكيد متمثلة بحضرتك وأيضا القائمين عليها. نعم، احنا فعليا رؤيتنا حطيناها في صيغة مختلفة سميناها احنا 9999 أربع تسعات، يعني هدفنا أنه نصل خلال الخمس سنوات القادمة لتدريب 9999 متدرب يكونوا حصلوا على تدريب من خلال مؤسستنا سواء داخل الأردن أو خارجه، سواء دورات تفاعلية أو دورات في التدريب عن بعد الأونلاين زي ما حكينا. فهذه هي رؤيتنا وإن شاء الله بنشتغل عليها. طبعا حاليا إحنا حتى نحقق هذه الرؤية ونسرع من عملية تحقيقها حتى ما نعتمد بشكل كبير على تدريب الأفراد، حاليا بنعمل عملية تشبيك مع مؤسسات وجهات رسمية ومؤسسات وشركات كبرى حتى أنه نقوم بتأهيل وتدريب العاملين والموظفين في هذه الشركات، ونحن نقوم حاليا بعمل خطط تدريبية لدراسة الفجوة التدريبية الموجودة في بعض المؤسسات وتحديد الدورات اللازمة للموظفين فيها. هذا الكلام ينطبق فعليا على شركات موجودة داخل الأردن حاليا وشركات موجودة خارج الأردن وخصوصا في بعض الدول في شمال إفريقيا. الحمد لله حاليا نفتح يعني سوق واتصالات في هذا الاتجاه. يعني نتمنى ذلك سيد إياد الخصاونة، نتمنى لك دوام التوفيق والنجاح. يعني شكرا. أفكار جديدة نتمنى دائما أن يكون هنالك دعم لها إن شاء الله. سيد إياد يعني في نهاية اللقاء نتمنى أن نتحدث عن نعمة نحظى بها وهي نعمة الأمن والأمان داخل الوطن الحبيب، حدثنا عن نعمة الأمن والأمان. يعني الحمد لله رب العالمين هذه نعمة نحسد عليها، وبحكم معارفنا وعلاقاتنا في أصدقاء لنا ومعارف خارج الأردن بصراحة هذا الموضوع يعني يعتبر من المواضيع التي تثار في تقريبا كل الأحاديث اللي بننعم فيها خصوصا في الدول العربية المحيطة فينا وأصدقائنا في الدول العربية المحيطة فينا شاعرين بالوضع والنعم اللي احنا عايشين فيها.
مقارنة بالأوضاع التي آلت إليها للأسف الشديد معظم دول الجوار في وطننا الكبير، ونتمنى أن تكون إن شاء الله نصل لمرحلة أنه تلتئم فيها الجراح ويعم الأمن والأمان لجميع الدول العربية في وطننا العربي الكبير. الحمد لله رب العالمين، في الأردن وضعنا مميز، وهذا كله طبعا بفضل الحكمة والقيادة الهاشمية، وهذا الشيء إحنا يعني بنقدره وبنفتخر فيه، وبنتمنى على رب العالمين أنه تستمر هذه النعمة. وبالإضافة طبعا للقيادة الهاشمية الحكيمة، أنا طبعا بشيد بشكل كبير بالشعب الحمد لله رب العالمين الواعي اللي بحافظ على الممتلكات والمقدرات اللي موجودة بين إيديه، وما بفرط فيها لأجل ممكن نعتبرها أحيانا ردات فعل أو بعض الأمور اللي ممكن تعتبر مستفزة زي ما حصل في بعض الدول المحيطة فينا. يعني كان مواقف بسيطة تضخمت وأصبحت أزمات كبيرة. الحمد لله رب العالمين وعي الشعب عندنا وإدراكه لأهمية النعم اللي إحنا عايشين فيها ساهم وأكيد عزز المفهوم عند الناس، وخلى موضوع الحفاظ على هذه النعمة من الأساسيات اللي إحنا كلنا بنحرص عليها وعلى ديمومتها إن شاء الله. نشكرك جزيل الشكر سيد إياد الخصاونة لكونك معنا ضيف شرف وضيف مميز داخل هذه الحلقات المهداة لجلالة سيدنا للحديث عن الاستثمار وأهم المشاريع الجديدة والأفكار الجديدة داخل الوطن. نشكرك لدعمك للإعلام الأردني واستقبالك اليوم لنا داخل مكتبك وداخل شركة أوزون، ومرة أخرى نحييك لكونك ضيف شرف معنا في هذه الحلقات المهداة لجلالة سيدنا للحديث عن الاستثمار. بشكركم جزيلا على الفرصة التي أتيحت إلينا حتى يعني أظهر وأعبر عن الأفكار اللي ناقشناها، وبرحب فيكم أجمل ترحيب، ورحب برضو بالسادة المشاهدين، وبتمنى ما أكون ضيف ثقيل عليكم في هذه الحلقة، ويسعد مساكم جميعا. شكرا لك. راسك بالعالي.